استمرار المفاوضات بين طالبان وواشنطن في العاصمة القطرية وسط أنباء عن تقدم باتجاه بدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. في الاقتصاد، زيمبابوي ترفع أسعار البنزين والديزل بعد ارتفاع قيمة الضرائب على واردات الوقود. وفي الرياضة، دورتموند بطلا للسوبر الألماني بعد فوزه على بايرن ميونخ. بكم من جديد. في العاصمة القطرية الدوحة، استؤنفت المفاوضات بين الولايات المتحدة وممثلين عن حركة طالبان، فيما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين توقعاتهم نجاح المفاوضات وإبرام اتفاق يضمن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل منتصف الشهر الجاري. وتعد هذه المفاوضات هي الجولة الثانية ضمن ثماني جولات. في الدوحة تستأنف المفاوضات للمرة الثانية في جولة ثامنة بين حركة طالبان والولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يعلن عن لقاء مباشر يجمع المبعوث الأمريكي وقائد حركة طالبان، ما يعني بدء مسار التخلي عن الأطراف الراعية كدفعة للذهاب نحو المفاوضات ما بين الأفغانيين بعد تقديم الضمانات المطلوبة لواشنطن، كما صرح وزير الخارجية مايك بومبيو. لقد أوضح الرئيس ترامب أن رغبته تتمثل بأن نطور قرارا دبلوماسيا يسمح لنا بتقليل الموارد الموجودة في البلاد، مع ضمان أن أفغانستان لن تصبح أبدا منبرا للإرهاب يمكن له أن يضرب الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من التقدم الإيجابي والملحوظ بين الولايات المتحدة وطالبان، فإن بدء المحادثات بين الطرفين الأفغانيين الحكومة وطالبان تبقى الحدث الأكبر، حيث صرح أشرف غني رئيس الحكومة الأفغانية غير مرة أن ليس لديه شروط للجلوس على طاولة المفاوضات، وسط تمسك بمطلب أن ينص اتفاق السلام على إقامة جمهورية أفغانية وليس إمارة كما تصرح وتريد طالبان. إنها فوضى الآن في بلدنا، وإذا استمرت ستعاني النساء أكثر من أي شخص آخر، لأن الناس هنا يعتقدون أن النساء ضعيفات. وعلى الصعيد الميداني، تأخذ لعبة شد الحبل ما بين الأطراف الحيز الأكبر من التفجيرات المسموعة يوميا، حيث هنالك من يأخذ القنابل وأصوات القتلى وسيلة للضغط على المحادثات، معتقدا أن ذلك سيفي بالغرض. من القاهرة الباحث في الشؤون الدولية سيد هاني سليمان، أهلا بك سيد هاني. أولا، هناك انطباع بأن هذه الجولة التفاوضية في الدوحة هي الأخيرة، وهناك تفاؤل حيال هذه الجولة، هل بالفعل هناك مكان لهذا التفاؤل؟ يمكن الجولة الثامنة بتأتي في سياق مغاير عن الجولات السابقة، خاصة في ظل يمكن ترحيب الأطراف المختلفة ضرورة وقف هدر الدماء وإراقة الدماء الموجودة في أفغانستان وحركة طالبان الفترة الأخيرة، خاصة أن حتى مع وجود واستئناف المباحثات كان هناك العديد من العملية المدنيين. يمكن لو تحدثنا نلاقي في النصف الأول من 2019 راحة يمكن حوالي 3812 من المدنيين ضحايا لهذا الصراع الموجود منذ حوالي 18 عاما. فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رغبة حقيقية في إنهاء هذا الملف الساخن، واللي كان يمكن في ظني خطأ كبير من استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. أعتقد أن يمكن هناك ترحيب من جانب حركة طالبان وفق ضوابط وشروط معينة. يمكن المبعوث الأمريكي كان هناك مؤشرات إيجابية للركوب. سيد هاني تسمعني؟ ويمكن نتحدث عن أننا نتحدث عن الفاكس ليس انسحاب، ولكن يمكن الحديث عن مؤشرات إيجابية في ظني أن كلا الطرفين يمتلك العديد من الأسباب والرغبات للوصول للاتفاق وحد أدنى من التوافق نظرا لانحصار حركة طالبان، وأيضا الولايات المتحدة لم تعد راغبة في الاستمرار في أفغانستان أكثر من ذلك. فيما لو تم التوصل إلى حد أدنى من يعني الاتفاق أو التفاهم، ما هي أولى الخطوات التي سيتم تطبيقها على الأرض؟ سحب قوات، تقليص القوات الأمريكية في أفغانستان، ما الذي سيكون؟ يمكن في ظن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون هناك يمكن النقطة في الأساسية الأمريكية من أفغانستان. حركة طالبان أكدت على ذلك من قبل، ليس فكرة الانسحاب الجزئي أو الحصار الجزئي، لكن الحديث عن انسحاب كامل القوات الأمريكية.
إذن سيد هاني سليمان أشكرك جزيل الشكر وعذرا مشاهدينا على رداءة الصوت. قتل الجيش الهندي العديد من المهاجمين الباكستانيين الذين حاولوا عبور خط وقف إطلاق النار الذي يمثل الحدود الفعلية بين شطري إقليم كشمير. وقال الجيش الهندي إنه أحبط محاولة لفريق باكستاني يضم أفرادا نظاميين من الجيش إضافة إلى مسلحين لعبور خط المراقبة الذي يفصل كشمير، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 5 من أعضاء الفريق. بينما نفت باكستان الاتهامات قائلة إن لا أساس لها، واتهمت الهند باستخدام قنابل عنقودية ضد مدنيين ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل. أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة، فيما قالت الصين إنها لن تقف مكتوفة الأيدي. الاحتجاجات التي تشهدها هونغ كونغ بقيت على حالها. أشهر من المظاهرات التي تشهدها المدينة رفضا لمقترح القانون الذي يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيس الصيني. المقترح الذي تم تجميده لم يخفف من حدة الاحتجاجات التي تحولت لمظاهرات عنيفة ضد عنف الشرطة ومطالبات بإقالة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ ونحو المزيد من الديمقراطية، مطالب رأى بها البعض تعديا على رموز السلطة. بموجب الدستور ومرسوم الشارة الوطنية، فإن شخصا يدنس العلم عن طريق إحراقه أو تشويهه عمدا أو الدفاع عن مرتكبه علانية فيعتبر كمن ارتكب جريمة عقوبتها القصوى في هونغ كونغ تصل حتى السجن لمدة 3 سنوات. المظاهرات العنيفة التي شهدتها المدينة وأدت لاعتقال الشرطة 20 شخصا بحجة التجمع غير القانوني رافقتها دعوات لإضراب عام غدا. سبقتها مظاهرات ومواجهات بين الشرطة وجموع المتظاهرين الذين اتشحوا بالسواد ولوحوا باللافتات والشعارات الملونة معبرين عن غضبهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم التحقيق في عنف الشرطة ضدهم، أمور اعتبرها البعض الآخر مغايرة للحقيقة. تتعرض شرطة هونغ كونغ لصعوبات شديدة وضغوطات هائلة في الحفاظ على القوانين وحماية الجمهور والحفاظ على السلامة والنظام العامين. أسرهم تتعرض للتهديد ويتعرضون لاعتداءات جسدية بعضها خطيرة. الشرطة مرهقة للغاية من التعامل مع هذه الأحداث المخلة بالنظام العام. الاحتجاجات التي تحولت لأسوأ أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ عودة المدينة للحكم الصيني قبل 22 عاما. حذرت وكالات الأنباء الحكومية من تبعاتها وإقدام الحكومة المركزية على خطوات تضمن عدم استمرار الأوضاع على حالها في هونغ كونغ أهم المراكز المالية الآسيوية. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الصين تعمل على زعزعة الاستقرار في المحيطين الهندي والهادي، واتهمها بانتهاج سياسات اقتصادية استغلالية وسرقة الملكية الفكرية. وتهدد تصريحات إسبر التي أدلى بها في أول زيارة خارجية بعد توليه منصبه بتأجيج التوتر المتزايد بالفعل بين واشنطن وبكين بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بينهما. وأثارت الصين التوتر في المنطقة وأغضبت واشنطن بعد وضع معدات عسكرية وإقامة منشآت أخرى على الجزر الصناعية التي أقامتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. إننا نقف بحزم أيضا ضد نمط مقلق من السلوك العدواني والسلوك المزعزع للاستقرار من الصين، بما في ذلك تسليح المشاعات العالمية واستخدام الاقتصاد الاستغلالي والديون في صفقات السيادة وتعزيز سرقة الملكية الفكرية للدول الأخرى. قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص جراء إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، وقالت الشرطة إن مطلق النار قتل أيضا. ووقع إطلاق النار بعد 1:00 فجرا في حي أوريغون المكتظ بالحانات والملاهي الليلية، وجاء بعد ساعات على مقتل 20 شخصا وإصابة 10 آخرين بنيران رجل مسلح في متجر في الباسو بولاية تكساس. لحسن الحظ كان لدينا العديد من الضباط في المنطقة المجاورة مباشرة عندما بدأ هذا الحادث، لذلك كان هنالك فترة زمنية قصيرة جدا من العنف، لهذا نحن محظوظون للغاية.
هذا أمر مثير للإشمئزاز ولا يطاق، إنه ليس من أطباع سكان تكساس، وسنقوم بمحاكمة الفاعل بكل من القتل المتعمد وأيضا بتهمة جريمة كراهية، الأمر الذي يبدو واضحا حتى قبل أن أتفحص جميع الأدلة. لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن علينا أن نكون واضحين للغاية. إن مثل هذا السلوك وهذه الأفكار مرفوضة علينا جميعنا. الآن إلى هذا الخبر الطريف، حيث بدا فرانكي زاباتا البالغ من العمر 40 عاما وكأنه بطل خارق بعد رحلة طولها 35 كيلومتر قطعها في 22 دقيقة، حيث انطلق من مدينة سانغات الساحلية الفرنسية ليهبط في خليج سان مارغريت في بريطانيا على ناقلة هوائية اخترعها هو. إنه لأمر جنوني حقا أن نراه، من المثير للإعجاب حقا أن نرى رجلا يطير، إنه أمر خيالي تقريبا أن تراه يغادر ويذهب بتلك السرعة، لا أستطيع أن أصدق ذلك، ما زلت عاجزا عن الكلام، بصراحة لا توجد كلمات لتصف ذلك، إنه أمر فوق طاقة البشر، أمر من الجميل أن نراه، لا يزال لدي قشعريرة أتحدث عن ما حدث، إنه جميل. وفي الاقتصاد، رفعت زيمبابوي أسعار البنزين ووقود الديزل بنسبة تصل إلى 26% بعدما قرر وزير المالية زيادة الضريبة على واردات الوقود الأسبوع الماضي ليواجه المواطنون الذين يعانون تضخما في خانة المئات مزيدا من الضغوط. ومنذ يونيو حزيران الماضي زادت أسعار السلع والخدمات الأساسية بأكثر من الضعفين بعد تغيير اسم العملة إلى دولار زيمبابوي وتراجع قيمته وسط أزمات نقص واسعة النطاق طالت الكهرباء والوقود والدولار الأمريكي. نشرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن اليابان والولايات